وش ذا الراحة، قفلت الخاص حق سناب شات قبل أدخل سناب شات يطردني، وأنا أصور سنابات كذا يطلع يروح وتروح علي سنابات، أنزل تعلق، بفتح المحادثات ما أقدر، يقعد كذا يدور يدور، كان غثة غثة مرة غثة. فيوم قفلت الخاص طلع الحين ممتاز، فبخلي على الحال هذا. الأهم هو أني أشوف تعليقاتكم اللي على السنابات نفسها، فإذا رفعت السنابة وكتبت تعليق يجيني، لكن إذا أرسلت تعليق بدون ما يصير على سنابة ما يجيني، أو ترسل لي مثلا صورة أو فيديو ما تجيني. فالأهم نشوف تعليقاتكم وآرائكم وناخذ علومكم. ما شاء الله تبارك الله، ما تدري أنت في سويسرا ولا في البوسنة، بس لو إن ما شفنا هذا اللي يمشي ذا كان قلت أنت هناك. ما شاء الله تبارك الله، شوف يا سلام.